بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع بعض درس 56 الكتاب المدرسي صاد 173. بيقول لي جدول بيانات يوضح الجدول التالي: طول بعض أطول أنهار العالم. استخدم المعلومات للإجابة عن الأسئلة التالية. جايب لي 4 أنهار معطيني عليها أسئلة. ال4 أنهار دول جايب أطولهم بالكيلومترات: نهر النيل 6650 كيلومتر، نهر الأمازون 6400 كيلو، نهر المسيسيبي 3775، نهر الفرات 2800 كيلو. بيقول لي أول سؤال: إذا مددت نهري المسيسيبي والأمازون على خط مستقيم واحد، فما عدد الكيلومترات التي ستغطيها معا؟ ستغطيانها معا. عاوز مجموع المساحتين: نهر الأمازون، نهر المسيسيبي 3775 زائد نهر الأمازون 6400 بيساوي. هنا مفيش أرقام في الأحاد والعشرات، يبقى هاخد الأحاد والعشرات مع بعض. هقول ايه؟ 0 + 75 تساوي 75. طيب 7% ب700 زائد 4% ب400 يبقى بتساوي 1100. بتساوي 1100. بيقول لي هنا 3 × 5000 تبقى ب3000 زائد 6 × 5000 ب6000. نحطهم بقى كده جنب بعض، يبقى 75 زائد 1100 زائد 3000 و6000 9000 زائد 9000. اقول ايه؟ 9000 و1100 يبقى 10100. ممكن اعمل كده اهو: 75 + 100 + 1000 + 9000. يبقى انا فصلت 1000 عن 100. بقول 9000 و1000 يبقوا 10000، 10000 + 100 يبقى 10100، 10100 + 75 يبقى 10175 كيلومتر. طيب نمرة 2، بيقول لي إذا أردت أن تجدف بالمركب على طول نهري الفرات والنيل، فما المسافة التي ستجدفها بالكيلومترات؟ نهر الفرات طوله 2800 كيلو زائد نهر النيل طوله 6650 كيلو. يلا ناخد بقى الأحاد والعشرات مع بعض: زائد 50 تساوي 50. طيب 8 × 5 المئات ب800، 6 × 5 المئات ب600 يبقى بتساوي 1400 كيلو. 2 × 5 الآلاف ب2000، 6 × 5 الآلاف ب6000، 2000 و6000 يبقوا 8000. تعال نجمعهم بقى، نقول 50 + 1400 دي أعملها 400 + 1000 + كام؟ 8000 أهو، زائد 8000 يبقى بتساوي، نشوف المسافة قد ايه. 8000 و1000 9000، 9000 + 400 يبقى 9400، زائد 50 يبقى 9450 كيلو متر. تعال نشوف المسألة الأخيرة: إذا أردت إنشاء طريق طول نهري المسيسيبي والفرات، فكم سيكون طول هذا الطريق؟ المسيسيبي 3775،
3775. طيب الفرات 2800. تعالى بقى نجمعهم كده اهو، هنقول استراتيجية مختلفة، يعني 5 و0 هي 5، 7 و0 هي 7، 8 و7 خد 2 من 7، 8 بقت 10 وتبقى 5 يبقوا 15، 5 ومعانا الواحد، الواحد يجي فوق هنا اهو بقت كام؟ 1 على 3 4، 4 و2 6، بقت 6575. طب نعملها بطريقة تانية، 5773 + 0 8 2800 بتساوي، ناخد الأحاد والعشرات مع بعض، 75 و0 هي 75 + 700 و800 1500 زائد 3000 و2000 يبقوا 5000، يبقى هتساوي 75 + 500 + 1000 + 5000. تعال بقى نجمع 5000 و1000 يبقوا 6000، زائد 500 يبقى 6500، زائد 75 يبقى 6575. التحدي بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي استخدم جدول طول الأنهار العالم لتحديد عدد الكيلومترات التي ستقطعها إذا كررت الإبحار طول الأنهار الأربعة معا، يعني عاوز مجموع الأربع أطوال بتوع الأنهار ده كيلومتر. هقول له طول النهر الأول 5 7 1 0 1، 10175. طيب طول النهر الثاني 9 لا عفوا، نستخدم الجدول طول النهر الأول اللي هو نهر النيل 6650 كيلومتر، طول النهر الثاني 6400، طول النهر الثالث اللي هو المسيسيبي 3775، طول النهر الرابع 2800. هنجمع بقى كده، شوف الأحاد تحت الأحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، الآلاف تحت الآلاف. هنقول 5 5 + 0 5 + 7 12 + 0 12 2، ومعايا الواحد، الواحد يجي فوق هنا اهو على 6 بقت 7، 7 و4 11، 11 و7 18، 18 و8 26، 6 ومعايا الاتنين، بداية 2، هنا 2 على 6 بقت 8، 8 و6 14، 14 و3 17، 17 و12 19، يبقى 19625. وبكده انتهينا من درس 56، وإلى اللقاء ودمتم بخير.